بقرية الخليج بالمنصورة كان ميلاد الشيخ عواضين المغربي الذي غرد بصوته في سماء مصر دولة التلاوة. الوالد من أهم الشخصيات اللي أثرت في حياتي، لأنه أولاً كان رجل خاشع ويخشى الله سبحانه وتعالى، كان يراقب ربه حتى في قراءته، ومعروف أنه قارئ ملتزم رغم حلاوة صوته، وكان صوتاً جهورياً يستطيع أن يقرأ حتى بدون ميكروفون، إلا أنه كان لا يخرج عن الأحكام الخاصة بالتجويد والقراءة، بالإضافة إلى عزوبة صوته. كان رحمة الله عليه يجمع في حلاوة صوته بين مدرستين هامتين في ذلك الوقت، الشيخ محمد رفعت رحمه الله والقارئ الذي كان قدوته الشيخ مصطفى إسماعيل رحمه الله جميعا. ومن بين أحضان الأراضي الخضراء الواسعة ومياه النهر اللامعة وسماء المنصورة الصافية، تجلى صوت شيخنا الفريد عواضين المغربي ليؤسس لمدرسة خاصة في خدمة كتاب الله وإقامة شعائره.